الشباب يلعبوا بطريقة جيدة، لكن النصر أفضل، ومع وجود رونالدو في الفريق أكيد النصر سيكون قويا. بالتأكيد أشجع النصر، أعرف بقية الأندية لكنني أفضل النصر لأننا من محبي رونالدو. أنا مشجع نصراوي حاليا، لقد قطعنا 5000 كيلومتر لمشاهدته. نحن هنا فقط من أجل كريستيانو، لقد قدمنا من بلغاريا. رونالدو هو الأفضل على الإطلاق. يا ولي رونالدو. هلا بدأت مجتمع دولي أو تجمع دولي لرونالدو محمد نور. أكيد يعني كل مباراة بنشوف يعني ضيوف بيجوا يحضروا لمباراة النصر لمشاهدة رونالدو، وأكيد يعني هذه زي ما قالوا إنه يعني الدوري السعودي حيكون يعني مشاهد من جميع العالم بوجود اللاعبين العالميين.